أحبتي في المسيح، أحييكم بتحية المسيح. نعمة وسلام الرب يسوع المسيح تكون معكم. وتأمل جديد، هل الإسلام عالج الخطية من الداخل؟ سؤال، خلنا نشوف سوا. المسيح قال نقي فكرك. المسيح يقول وهو بينتقد الفكر الشرير بقوله: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ في متى 9:10. بينما تعاليم الإسلام تسمح لك بالتفكير بالخطية، ولا تكتب لك ذنب، ولكن تحسب لك ذنب إذا ارتكبتها. علماء النفس يقولون إنه الإنسان آجلا أو عاجلا حيسوي اللي عم يفكر فيه. إذن تعاليم الإسلام تخليك تذنب بطريق غير مباشر، طريق شيطاني. هذا علشان تذنب ثم تتعاقب وتفضل عبد تحت سيطرة رجال الدين والحاكم الذي يتشدق بالدين والتدين. ومثل ما أنه هناك تزاوج، يعني شراكة بين الله والبشر من خلال الرب يسوع المسيح تبارك اسمه، هم بعد الشيطان يقلد وهو بيعمل من خلال الشراكة بين الحاكم الشرير ورجال الدين. على سبيل المثال، رسول الإسلام محمد لما شاف مرة واشتهاها بقلبه فدخل على أحد زوجاته وعاشرها، وهذا يتفق مع الحديث عن جابر بن عبد الله في حديث صحيح جامع أنه رسول الإسلام محمد قال: فإن رأى أحدكم امرأة عجبته فليأتي أهله. هذا علشان لا يقع في الخطية الزنا يعني. لكن في الحقيقة هو قد زنى في فكره، فهل كانت زوجته حترضى أنه يعاشرها وفي عقله حرمة تانية؟ هل فكر اللي قال هذا الحديث فيما لو كانت أحد زوجاته كانت تتخيل برجل آخر أثناء معاشرته لها؟ كيف حيكون شعوره؟ هل هذا هو الحل بنظره كاتب الحديث هذا؟ شيء غريب. طبعا الوحيد القادر انه ينقي فكر الانسان مين هو؟ المسيح. هو سلام الله في المسيح يسوع، وهو الوحيد الطريق والحق والحياة. اسمع قول الرسول بولس الى اهل فيلبي، والكلام هم بعد موصول لك انت اللي عم تشاهد هذا المقطع. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. فيلبي 4:7. سلام المسيح يملأ قلوب من يسمع ويقرأ ويتأمل كلمات الرب هذه ويشاركها ليبارك بها حياة الآخرين. شارك هذا المقطع الآن، وبركة المسيح وسلامه تكون معكم جميعا. آمين.